هدوو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 و
هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، العالم ده عجيب جدا، والصدفة ليها الجزء الأكبر من عجب الدنيا، أو يمكن إحنا بنسميها صدفة، لكن هي بتكون الخيوط اللي لما تتجمع خيط ورا التاني ولا التالت بتظهر الحقيقة. أنا من وقت قريب واحدة معرفة حكيت لي حكاية عن كهف عجبتني وكتبتها، وقبل ما نزلها قابلت حد تاني صدفة وصمم يحكي لي حكاية أغرب، ولما سمعتها طلع ليها علاقة بنفس الكهف. استغربت جدا، زاد استغرابي أكتر لما تكرر نفس الموقف. كتبتها، وإذا بقى أقابل حد تالت بعدها مدة ويحكي لي حكاية تالتة عن الكهف ولكن مختلفة عن الأولى والتانية. علشان كده أنا قررت أحكي لكم. نسمع مع بعض أول قصة وحكاية من أسماء الخياط. مساء الخير أستاذ يونس، أنا أسماء الخياط، عندي 25 سنة. السن ده بنعتبره إحنا البنات في بعض الأماكن، يعني مش كله، سن حرك شوية. نظرة المجتمع بتقول لنا أن لازم توصلي للسن ده تكوني مخطوبة. بتاع ايه يا يونس؟ ما فهمش يعني. مجتمع متخلف احنا عايشين فيه، لما عديه هيبدأوا يقولوا فاتها القطر، عانس، والكلام اللي انت فهمه. وده سبب معاناتي وسبب مشكلتي وكارثتي. العرسان بطلوا يتقدموا لي من يجي سنة وشوية. ماما حزينة تعيسة، وكل اللي على لسانها هو رمي اللوم عليا. ضيعتي عرسان ياما، انت مفترية. ده غير بقى كلام خالاتي وعماتي، جوزيها لأي حد يجيلها وخلاص، زقيها وراه، شوفيها لتكون شايفة لها شوفة برة، خرجيها كتير وديها أفراح، خليها تتشاف، ما تقلعيها الحجاب يمكن شكلها يبقى أصغر. كلام يحرق الدم يا يونس، حسسوني ان زي ما اكون، سامحني في الكلمة، بهيمة بيسوقوها في المكان اللي هم عايزين يبيعوها فيه. امي كلمة توديها وكلمة تجيبها. انا وامي عايشين لوحدنا بالمناسبة، امي مطلقة من مدة، وابويا منفصل عنا بقاله كتير الحقيقة. اخواتي الولاد مسافرين كلهم، فما اقولكش على الخناقات اليومية اللي بيني وبين ماما، احنا الاتنين بوزنا في بوز بعض على طول. اي حياة ماشية وخلاص زي اي بيت. في يوم تفضلت جارتنا المصونة مدام عايدة وقالت لماما، بقولك ايه يا حاجة، ما توديها للشيخ، البيت دي ممسوسة ولا معمول لها حاجة؟ تلاقي معمول لها حاجة سفلية تطفش العرسان. ما هو العرسان يعني ما تطصوش في عينيهم، بنتك زي الفل، وايه حكاية ان هما يتمنعوا كلهم فجأة ومحدش يخطي عتبة بيتكم؟ صدقيني البت معمول لها حاجة. وزي ما تكون قشة، وماما اتعلقت فيها. طبعا انا مني رفض قاطع، ماما محاولات مستميتة لاقناعي ان انا اروح لشيخ. مرة عياط، مرة تهزيق، مرة بكلام يسم البدن، مرة بصعبانيات، وتقولي هتفضلي قاعدة زي البيت الواقف وكلام يا يونس وحش قوي. واخرها قالت لي انها هتموت وهي مش راضية عني. ماما عملت ان اغمى عليها علشان تحسسني انها تعبانة وان عمرها بيمر خلاص، وزي ما يقولوا بالبلدي تمسكني من ايدي اللي بتوجعني. وانتصرت ماما في المعركة دي،
ووافقت اني اروح معاها للشيخ اللي عايدة حددته. جابت لماما العنوان بالتفصيل وهو موجود في قرية في كفر الشيخ. انا من سكان طنطا صحيح، وعايدة مشكورة صممت تيجي معانا وقالت لماما رجلي على رجلكم، مش هسيبكم تروحوا لوحدكم، بإذن الله بإذن الله هنرجع مجبورين الخاطر. عايدة مش جاية عشان كده، عايدة جاية عشان الفضول وعشان تلف على العمارة بيت بيت وشقة شقة تفضحنا. أصلها مش عشرة يوم ولا اتنين، ده أنا عارفاها كويس. دبينا مشوار محترم لحد ما وصلنا للقرية اللي فيها الشيخ المزعوم، وأول ما وصلناها كل ما نعدي في شوارعها الضيقة أسمع غمز ولمز وهمسات ستات وبيقولوا البعض أكيد جايين للشيخ بركة. أنا ما كنتش أعرف إن اسمه بركة، بس عرفت من صوت الستات ونقورتهم اللي ماشيين وهم واقفين يبصوا علينا، واللي اسمها تقول يا عيني تلاقيها ما بتحبلش، واللي اسمها تقول تلاقي جوزها سايبها، ويلي ويلي ويلي. اكتشفت ان الشيخ بركة ده مشهور جدا، طبعا مش محتاج اقولك خالص طبيعة الشيوخ اللي من النوع ده. كلمة شيخ احنا تربينا على معنى واحد ليها، انسان تقي قريب من ربنا ما بيسيبش فرض. لكن تعال اقولك بقى، دخلنا بيت الشيخ، مكان زي صالة انتظار، ستات ورجالة قاعدين على بعض حرفيا، كل واحد مستني دوره علشان يدخل لبركة. عايدة راحت كلمت واحدة تقولش سكرتيرة مثلا، فجت بسرعة وجابت ليا والماما طرحتين وطلبت نلبسهم. قلت لها ما انا لابسة طرحة. وايه؟ قالت لي البسي الطرحة دي اسمها رداء الحياء. اخدت الطرحة وعملت المطلوب. السكرتيرة ادتنا رداء الحياء يا يونس ولبسناه. عايز اقولك رداء الحياء عبارة عن طرحة ما تفرقش حاجة عن اللي لابسينها ولا فيها اي حاجة مختلفة، اللهم الا بس انها ريحة البخور والزيوت العطرية فيها عالية ونفاذة قوي. لزوم النصب يا يونس. ولبست رداء الحياء انا وماما واستنينا دورنا. بس احب اقولك ان شعور رداء الحياء مختلف. يحسسك خلاص ان انت داخل الجنة. لاحظت ان كل حد بيدخل بيخرج من عنده من الحتة اللي هو فيها، يا اما معيطة منهارة يا اما سندينها، ده غير الصويت اللي بسمعه بيحصل جوه. لحد ما جه دورنا، هانم اللي بره قالت اتفضلوا وانتوا داخلين اقلعوا الجزم وسيبوها بره. بصت لها قلت لها ليه؟ قالت لي انتوا داخلين المحراب يا ستي. قلت لها محراب؟ قلت في نفسي يا صبر ايوب، وقلعنا الجزم عشان المحراب انا وماما، ودخلنا اوضه تلك قذره والله العظيم هبقى بجاملها. دي مرحلة أبعد ما يكون عن القذارة بكتير جدا، ريحتها كلها عفن. أركان الأوضة مليانة بفحم مولع وطالع منه روايح تقرف، مش ريحة بخور خالص. إضاءة خافتة، وهو بسلامته قاعد زي المشهد المعتاد بتاع الأفلام بيضة والحجر وخلافه، قاعد في نص الأوضة عجوز وشه أسود والله العظيم عليه الغضب، غضب ربنا على خلقته. قعدت انا وماما وبدأ بركة يسرد لي تاريخ حياتي بشكل مفصل، ده لو عايش معانا مش هيعرف التفاصيل دي، ده لو عايدة حكيت له مش هتعرف التفاصيل دي عشان تحكيها له. لاحظ ان انا بدأت اضطرب واتاخد كده من طريقته، فاتبسط ولقيته بيبتسم واتكلم مع حد مش موجود بطريقة وكأنه بيعنفه. قول لي مين اللي عليها؟ يعني ايه؟ لا تقدر تقول، وليك المكافأة وليك الثواب. انا بقولك انا الشيخ بركة، بتقارني بمين يا كلب؟ قول. انا برضو قلت كده. انا وماما قاعدين بنسمع حوار من طرف واحد، وكان بيبص فوق راسي مش في عينيا، بيبص فوق راسي بالظبط،
تخيل انت قاعد وحد بيبص فوق دماغك وبيكلم شخص مخفي. انا بني ادم في الاول وفي الاخر ولازم اخاف. بص يا بنتي، اللي معمول لك ده مش عمل واحد، انت خطيتي وشربتي، خطيتي على عمل قدام شقتكم وشربتي حاجة مقري عليها سحر. انا عارف انك مش مصدقة اصلا من وانت جاية، بس هخليكي تشوفي بعينك. وبدأ يقول كلام ملخبط، ما فهمتش يونس منه اي حاجة غير شوية كلام متداخل. انطقهم، لا سبيل من الخلاص، انطقهم الان، انطقهم لا سبيل من الخلاص، انطقهم الان. ويزعق شوية ويتكلم هادي شوية، بس كل اللي اقوله لك انه ما قالش ولا حرف من كتاب ربنا. انا حسيت بألم زي ما تكون جايب مكوى وبتجوي بطني وجسمي من جوه، نار نار طالعه في جسمي نازله، كأني في حاجه بتكويني من جوه. اتشنكت غصب عني وترعشت، بقيت اكتف في ايديا مش عايز يبان عليا حاجه. اما امي فسمعاها عماله تقول له بنتي مالها، بنتي مالها يا عم الشيخ، بنتي مالها، وهو ما بيردش. في اللحظة دي سمعت الصوت زي ما يكون صوت صرخات في وداني، صوت مؤلم لا يطاق، مش قادر اسمعه، عاوز احط ايدي على وداني عشان ما اسمعوش، لكني فقدت التحكم في ايديا. عاوز اصرخ برضو فقدت التحكم في صوتي، ولكن اللي حصل ان انا بدأت اتكلم وانا في حالة من التوهان، حاسة بحر شديد وحرارة شديدة مسببالي التوهان ده. وفين وفين على ما قدرت احرك ايدي وحطيتها على وشي، واذا بيه قام رزعني بالقلم على ايدي اللي حطيتها على وشي، ضربني عليها فتلقائيا نزلتها. عيني كانت تقيلة ومغمضاها مش عارفة افتحها، النوم بيغلبني بشدة، كل اللي على لساني عمال اطلب منه انه كفاية خلاص. شم ريحة زي الشياط ممزوجة بريحة مقرفة من اللي شميناها واحنا داخلين، ريحة زبالة، وحاسة ان انا روحي بتتسحب مني، وكل اللي عمال اقوله خلاص كفاية ارحمني. مع شدة الالم والحرارة الرهيبة اللي جوه جدتي صرخت صرخت وقدرت اصرخ اخيرا. وفي الوقت ده اتحدفت بمية متلجة في وشي، ومع رمية المية كانت الصرخة بتاعتي. ما اكدبش عليك انا راسي لسه تقيلة وبتميل على الكرسي الورا وكأنها بتقول لي نامي، وانا عايزة فوق عايزة فوق. ولقيته هو بيقول خلاص، ومع خلاص دي حسيت ان انا فوقت نوعا ما. قمت قعدت، لقيته قاعد مكانه فاتح كتاب قديم وباصص فيه، والكتاب مكتوب عليه كهف جهنم، نفس الاحساس اللي حسيته وانا داخله المكان، كاني داخله كهف قذر قديم. امي لقيتها منهاره من العياط، سالتها في ايه ما ردتش، هو اللي اتكلم. والدتك تبقى تحكي لك وانتم مروحين، بس كل اللي احب اقوله لك احنا لسه ما عملناش حاجه، دي مجرد جلسه، لسه هنقعد مع بعض تاني ويمكن تالت. انت عندك جن عاشق، جن بيعشقك بيحبك، اتحضر لك ومعمول لك بيه سحر، السحر انتهى والجن شبطان. قبل ما تسأليني يعني ايه شبطان، هقولك هو عجبه الحال مش عاوز يمشي، وانا كلمته ومش عايز يمشي. ولقيت ماما بتقولي ان انا اتكلمت بصوت غير صوتي، وان انا قلت اسمه. ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ يلا اتفضلوا خرجوا، روحوا، معادنا بعد 9 ايام، عدي 9 ايام بالظبط يا اسماء وارجعيلي، واعملي حسابك ان اللي هقولهولك ده تحطيه حلقة في ودانك. هو غضب غضب غضبة شديدة ومش هيسكت، والليلة دي هيجيلك وهيظهرلك، وممكن لو مش الليلة الليلة الجاية بالكتير. انا بدأت اخاف،
بدأت أخاف بجد، أنا مش عاوز أشوف حاجة، أرجوك أنا مش عاوز أشوف حاجة. رجعت ماما تتكلم وتقولي إن أنا اتكلمت بصوت غير صوتي، وإن أنا اتكلمت بصوت راجل، وهو قال لي كل شيء بأوانه، المواجهة لابد منها، هيجيلك الليلة أو بكرة، مجيته ليكي معناها إن احنا ماشيين صح. أمي سندتني وخرجنا زي الناس اللي كنت شايفاه قبل كده، هما خارجين ساندين على بعض. وأول ما خرجت واحدة من القاعدين جت تجري عليا وقالت لي قوليلي يا بنتي بصراحة، هو بيحل حاجة؟ قوليلي اللي حصل لك جوه. أنا بقالي 10 سنين يا بنتي بلف على المشايخ والسحرة وبتوع الأعشاب والمعالجين، عايز أخلف وما خلفتش، ووصفوا لي الشيخ بركة وقالولي إن هو ده اللي عنده السر والحل اليقين. لا ماما ردت عليها ولا انا رديت عليها، عايده اللي ردت، طبعا ده بركه هتخليفي وتخليفي بس ادعيلنا. وعايده خدتنا لبره وقالت انها جابت تاكسي ووقف مستنينا، وركبنا التاكسي. وعايده قالت ان ما تقلقوش، بنت خالتي كان عندها صرعة وخفت بعد 4 جلسات وبقت زي الفل. هو عمل لك ايه جوه؟ ماما ردت وقالت لها ما عملش حاجة يا عايدة، قعد يقرأ شوية. كانت عايدة بتحاول تطمننا وبتقول كده كده هاجي معاكو كل مرة. طول ما انا في الطريق وانا في دماغي في الجملة في اللي قالها انه غضب غضبة شديدة ومش هيسكت، والليلادي او الليلة اللي جاية بالكتير هيظهر لي، كل ده اللي رعبني. وصلنا البيت قعدت مع ماما في الصالة، واول كلمة قلتها لها بالله عليك يا ماما ما تسيبنيش انام لوحدي، وقولي لي ايه اللي حصل. هو بدأ يا بنتي يقول كلام كنت فاكره قرآن، بس طلع مش قرآن، ده كلام غريب مش مفهوم، ويبرق ويزوم ويبص في الحيطان ويبص في السقف. في الوقت ده قمت مغمضة عينيكي وراسك تقلت، فرجعت براسك لورا على الكرسي، وهو فتح كتاب وفضل يقرأ منه كلام برضو انا مش فاهمة منه حاجة يا بنتي. لقيتك قمتي قعدتي وفتحت عينيكي وبرقتي، وقمتي قايله كلام مش مفهوم زي اللي هو بيقوله بالظبط. في الاول يا اسماء كنت بتكلمي بصوتك يا بنتي، بعد كده صوتك تخن 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 لحد ما بقى زي صوت الرجاله ويخوف، وفضلت تقولي مش هسيبها مش هسيبها واعمل اللي انت عاوزه. انا يا بنتي جيت تتلبشت، وخصوصا ان كنت بتكلمي بطريقه مخيفه قوي. مش هسيبها مش هسيبها. فضل الشيخ يزعق وانت تزعقي وانت تقولي مش هسيبها، وهو يزعق مش هسيبها مش هسيبها مش هسيبها مش هسيبها. وفي الاخر يا بنتي قلتي انك لو هتمشي، او اللي عليك اللي قال انه لو هيمشي بعد الشر انه هيموتك. فضلت عيط والطم وقوله الحقنا يا شيخ، لحد ما هو قام جايب كوبايه الميه ورششها في وشك، وقمت انت مصوته وهو بيرش الميه، يمكن صوتي قبل ما الميه تيجي على وشك. قبلها صحيح كان قطع ورقة من الكتاب وحرقها ورمى التراب المحروق الرماد بتاعها في المية، وقعد يبص ويقول كلام غريب على المية، وبعد كده رمى المية على وشك زي ما قلتلك. اللافت للنظر يا بنتي انك طول ما انت قاعدة جنبي كنت عاملة زي اللي مولعة، طالع منك حرارة رهيبة لدرجة يا بنتي ان انا كتفي حسيته بيتحرق. ماما وهي بتقولي الكلام ده وبتقولي ان كتفها وجعها، بحركة لا إرادية حطت إيدها على كتفها ورفعت كم الفستان اللي كانت لابساه، لقيت فعلا دراع أمي أحمر جدا زي ما تكون اتحرقت. وخلصت كلامها وقررت إن أنا خلاص مش عايز أسمع تاني، وقالت إنها هتبات معايا، يا هتبات معاها في أوضتها يا هتبات هي في أوضتي.
أكلنا علشان جايين تعبانين ومجهدين ودخلنا الأوضة ومش عارفة السبب ده نفسي ولا إيه، الأكل كان طعمه مر جدا في بقي. سألت ماما وقالت لي إن الأكل لأ طعمه عادي. قمت بعدها غصب عني لقيتني دخلت الحمام ورجعت كل الأكل، ورجعت كمان حاجات لونها أسود، مجهدة دايخة مش قادرة. رجعت أوضتي ونمت، ما كنتش عايزة أنام ولا ناوية، بس نمت تعب رهيب قسما بالله، زي ما أكون مضروبة علقة موت. مش هسيبها، مش هسيبها. قمت مخضوضة على ماما وهي بتهزني، أسماء أسماء في حد في الحمام، أمي أسماء في حد في الحمام. حد مين يا ماما؟ اسمعي كده. ركزت، سمعت صوت حنفية الحمام شغالة، والحمام جنب الأوضة على فكرة، والصوت واضح. يا ماما يمكن الحنفية بايظة ولا حد فينا نسيها مفتوح. يا بنت الحنفية بتشتغل وتقفل لوحدها، والدش كمان اشتغل. وسمعت صوت الدش فعلا اشتغل. مش هسيبها، مش هسيبها، مش هسيبها، مش هسيبها. طلعت اتسحبت انا وماما، وقفت جنب الباب وصوت الدش شغال فعلا. بقولك ايه، انا هروح انادي على عايده وجوزها يدخلوا يشوفوا في ايه، ليكون حرامي. حرامي يا ماما في الحمام بياخد دش يا ماما. المهم ماما راحت ناحية باب الشقة وانا وقفت ورا باب الحمام مش عارف اعمل ايه. احب اقول لكم ان صوت الدش ما كانش شغال على الفاضي. يعني ايه؟ يعني الدش لما بينزل على الارض بتاع الحمام بتاع البانيو ليه صوت، لكن لما بينزل على جسم حد بيبقى ليه صوت تاني. في حد بياخد دش في الحمام. أيوة، عايز أنطق وأقول مين جوه مش قادرة. الماية اتقفلت وسكتت، والباب بيتفتح والمقبض بيتحرك وبيتشد من جوه. عاوز أصوت، عاوز أجري، مفيش. واتفتح باب الحمام على الآخر، ولقيت الحمام فاضي مفيهوش أي حاجة. كل اللي انا عملته جريت دخلت بسرعة، بصيت على الحوض وعلى البانيو، ناشف تماما مفيش نقطة مية. معقول؟ معقول انا كمان وماما بيتهيقلنا احنا الاتنين؟ ببص على الحوض تاني، ولمحت في مراية الحوض صورة الدش منعكسة في المراية. الدش كان شغال في المراية. اتلفت مش شغال، بصيت تاني للمراية شغال، بس لقيت واحد بصص في المراية بيبص وكأنه بيبصلي من ناحية تانية. وفي اللحظة دي باب الحمام اترزع واتقفل. مش هسيبها، مش هسيبها. مفيش حد سامعني مهما صرخت، مفيش. وكملت بان النور اتقطع، وانا واقفه قدام المرايه، واخر مشهد شفته كان وش شاحب جدا لراجل عينيه شبه مستديره ولونها اسود ما فيهاش اللون الابيض، وفاتح بقه على الاخر، فاتح كانه بيصوت بس من غير صوت. في اللحظه دي جسمي بيتنفض، مش عارفه اعمل ايه. واذا بصوت الدش يشتغل تاني. متخيلين؟ انا واقفة في الحمام والنور مقطوع ومش عارفة اخرج، والدش اشتغل لوحده، وصوت مية الدش بيتقطع كأن في حد دخل تحت الدش بيستحمى. ما
مشلولة مكاني. صوت المية بيقل وصوت خطوات بتخرج من البانيو وخرجت وبتتحرك على الأرض وجاية ناحيتي وبقى جنبي. أنفاس حارة جدا من ناحية جنبي الشمال. وفي الوقت ده النور رجع علشان الاقي نفسي مش في الحمام من الاصل ومش في اوضتي ولا في البيت كله. انا لقيت نفسي في كهف في الاوضه القذره بتاعت الدجال، كهف جهنم. دخلت زي ما يكون مش شايفني، واقفه وهو مش شايفني. لقيته قاعد فاتح الكتاب، ولقيت نفس الشخص اللي شفته وشه في المرايه كان قاعد قدامه، او بمعنى اصح الساجد قدامه مربوط بسلسله من رقبته، والدجال ماسك طرف السلسله وبيزعق، وقام خرج بره الاوضه وسابه بالسلسله اللي هو مربوط بيها. الشيء ده قام وقف عشان الاقي شيء طوله لا يتعدى طول طفل عنده سنتين تلاتة بالكتير. اتبدل في لحظه، لكن الملامح لسه هي، الوش شاحب هو زي الميتين، شعر اسود داكن، صوابع ايديه مش زي صوابع ايدينا، دي طويلة عننا قوي، وبيتحرك ناحيتي. ابتسامته اظهرت سنان مدببة زي المسامير، لون بياض سنانه مخيف، بيقرب مني بثبات وهدوء وبطء مرعب. مرعوبة مشلولة رجعت خطوة ورا لحد باب الأوضة، مقفول ما بيفتحش، وفي أقل من لحظة كان هجم عليا وقعني على الأرض علشان ألاقي نفسي في نفس اللحظة دي في الحمام من جديد، والمشهد اتبدل تاني والنور موجود والحمام عادي ما فيهوش أي حاجة خالص، والحوض ناشف والبانيو ناشف. وفتحت باب الحمام وخرجت بسرعة على الصالة، وفتحت باب البيت وفضلت أرزع على باب عايدة ما فتحتش. خبطت لحد ما فتحت، وكان واضح جدا انها لسه صحية من النوم ومرعوبة من الخبط. ماما فين يا عايدة؟ ماما فين؟ والله يا بنتي ما اعرف، والله يا اسماء ما شفتها من وقت ما رجعنا. سبتها ورجعت جري، دخلت الشقة بدور على امي. دخلت الأوضة عند أمي، لقيت أمي نايمة في سريرها في السابع نومة. هزتها على السرير ليكون جرالها حاجة، قامت من النوم مفزوعة. مش قلتي هتروحي تجيبي عايدة وجوزها؟ انت سبتيني ليه؟ أجيب مين يا بنتي؟ أسماء مالك يا بنتي؟ في إيه؟ أنا نمت يا بنتي وصحيت على صوتك دلوقتي وهزتك فيا. أنا كنت فاكرة إن الصوت اللي سمعاه ده في الحلم، بس واضح إن كان انتي. انا عاوز ارجع للراجل ده يا ماما، الراجل ده عمل مصيبة يا ماما، الراجل ده لبسني عفريت، انا كنت كويسة قبل ما اروح له. يا بنتي ما قال هنروح له بعد 9 ايام؟ هنروح له دلوقتي نعمل ايه؟ ده مش بعيد، ما يدخلناش ولا يطردنا. يا ماما رجعيني، انا هروح له بكرة، جيتي معايا جيتي، ما جيتيش هروح له لوحدي. مش حسب. وتاني يوم الصبح كنت عنده، عينيه فيها نظرات انتصار غريبة مش مفهومة. مش قلنا بعد 9 ايام؟ بتغيري اللي اتفقنا عليه ليه يا اسماء؟ عايز اعرف انت عملت فيا ايه؟ ما عملتش حاجة، كل اللي حصل انا قايلك انه هيحصل، قلتلك هتشوفيه، مش ده حصل مني؟ وقايلك انه غضب؟ انا محدش جالي، انا نمت وصحيت. جالك؟ هو انت متوقع انه هيجي صحيكي من النوم؟ انت فاكرة جايبلك اوردر؟ بدايته انه يجيلك كده في الحلم، لكن بعد لما يبتدي يعرض عليكي بقى حاجات تانية، وارد جدا انه يجيلك وانت صحية.
انا مش عايزه ده. والنبي ابوس رجلك خلصني. 9 ايام وترجعي. 9 ايام بالتمام والكمال يا اما انا مش مسؤول. وقضيت يا يونس 9 ايام من اسود ايام عمري. 9 ايام شفت اللي انت بتحكيه في قصصك يا يونس بالتفصيل. وعشان اكون دقيقة في كلامي، اول يومين منهم ما حصلش حاجة بصراحة. عارف ايه اللي حصل؟ انا خدت كمية منشطات ومنبهات كتيرة جدا وما كنتش بنام. ايوة، ريد بول ده ما كانش بيتقطع من عندي من البيت. القهوة الاسبريسو دي ما كانتش بتتقطع تماما. فضلت صحية مفنجلة عنيا لحد اليوم التالت. برغم كل ده نمت، وقعت في فخ النوم غصب عني. اقسم بالله ان انا شفت حاجات ما كانتش عمرها تكون احلام. حاجات ما بين الحلم والنوم والصحيان. حاجات مش قادرة اوصفها لك. بقولك كل اللي انت بتحكيه في قصص الرعب انا شفته. طول عمري اسمع ان النوم ده نافذة لعالم الجن. شفتني، شفت نفسي خارجة من عند الشيخ بركة. واول ما طلعت وكانت ماما معايا، رزعت الباب ورايا وسابتني لوحدي، كأنه امي كمان تأمرت عليا. وحوالي اصوات كلاب وقطط مش شايفاهم، لكن اصواتهم عالية. وفضلت اخبط واتوسل ليها تفتحلي. محدش رد. سابتني برا وقعدت هي عنده جوه. قررت في الوقت ده ان انا هشق طريقي في الضلمة واجري. معرفش هروح فين، بس هجري. هجري وهرب. هرب من صوت الكلاب والقطط والاصوات الغريبة والمستقبل والحاضر المجهول المظلم. وجريت. جريت جريت ولقيت بيت بعيد. جاي منه اضاءة خافتة اللمبة قديمة. جريت على النور. كنت كل ما اجري احس ان هو بيبعد. وصلت له بعد معاناة. خبطت على الباب، محدش فتح. صوت الكلاب والقطط ما بيسكتش. فتحت الباب ودخلت. كان بيت من دور واحد، واضح ان اصحابه هجرينه. دورت على مفاتيح النور لحد ما نورت. قعدت على اقرب كرسي. حاولت اتمالك نفسي على قد ما اقدر. مش هسيبها، مش هسيبها. اول ما بدأت اهدى سمعت صوت خبط على الباب، وبعدها خبط على الشباك. جريت على الباب، قفلته بالترباس من جوه، اطمنت ان الشباك مقفول. لكني سمع حاجة غريبة جاية من جوه البيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افضل جوه والحاجة اللي جوه دي تطلع لي، ولا اهرب والحاجة اللي برا دي تقابلني وتموتني وتخلص عليا؟ ما كانش في وقت افكر، لاني لقيت خارج من اوضة من الاوض طفلة عندها 10 سنين وماسكة في ايدها حاجة زي بكرة صوف، وعمالة تفك الصوف من البكرة. ملامحها كانت نفس ملامح الراجل اللي كان في المراية على فكرة، واللي هو نفسه كان عند بركة. بس الملامح دي متفصلة على طفلة شاحبة، عيونها سودة، شعرها اسود ليل، شايفها يفها مزرقة، ماشية بهدوء، طالعة من الأوضة وجاية ناحيتي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بتقرب بمنتهى الهدوء، وكأن رجليها بتتزحلق وبتنساب على الأرض من غير ما تمشي. فتحت الباب، لقيت في وشي. سميه جن، سميه عفريت، سميه زي ما تحب، هو نفس الكائن اللي كان عند بركة. بس المرة دي كان طويل، اطول مني بتاع 4 مرات، لدرجة انك بترفع راسك لفوق علشان تشوف اخر طوله. قدام مستوى عينيا يدوب كان وسطه. صرخ، ومع صرخته الرهيبة وقعت من طولي. فقدت الوعي. لما صحيت لقيتني نايمة على سلم
سلم بينزل على مكان مليان شموع منورة. مش عايز انزل. طلعت الكام درجة اللي انا كنت عليهم، لقيت اخره باب مقفول. يعني انا مش في اختياري، انا مش مخيرة، انا مسيرة. الباب ما بيفتحش، مكانش قدامي غير اني انزل. نزلت السلم في وسط الشمع اللي كان منور حواليا، ولقيت 6 أو 7 أو يمكن أكتر صناديق. بلغت لما قلت صناديق وجملتها، لأن هي توابيت متقفلة مرصوصة جنب بعضها، ومكتوب على كل واحد فيهم اسم. الأول مكتوب عليه بن عازر، التاني مكتوب عليه بن شمهورش، التالت مكتوب عليه زوجة بن عازر. وانا عمال ابص ومش فاهم حاجة ومتلخبطة. وواحد مكتوب عليه مازع، واسامي لحد ما وصلت للاخير اللي كان مكتوب عليه اسماء الخياط. جريت على التابوت، كنت بحاول افتحه زي المجنونة، وفتحته ولقيتني جواه ميتة. ايوه جثة. فضلت اهز فيها زي ما تكون بصحية. فتحت عينيها على الاخر، فتحت عينيها وهي عبارة عن انا لكني خايفة مني. وقامت قعدت بشكل آلي، قعدت ومدت ايديها ومسكتني من رقبتي بقوة شديدة وخنقتني. وبدأت التوابيت اللي جنبي تتطاير وتتفتح، ويخرج منها اشكال مخيفة مرعبة، كلهم جايين ناحيتي، بعضهم على هيئة حيوانات، والبعض على هيئة نفس الكائن اللي شفته باشكال مختلفة نوعا ما. ولقيتني بتشال وترميت جوا تابوت منهم. عارف اي تابوت؟ تابوتي، لان النسخة التانية مني كانت خرجت، اتشالت وانا اتحطيت مكانها. واتقفل التابوت واتجر الباب لحد ما بقى محكم عليا. انا بخاف من الضلمة والاماكن المقفولة. الحقوني. أنا بخاف من الظلمة والأماكن المقفولة. الحقوني. سمعهم بيتحركوا برا التابوت، سمعهم بيطلعوا على السلالم وبيفتحوا الباب وخرجوا، وسمع الباب بيتقفل، وبعدها صمت مخيف. مفيش غير صوت أنفاسي وصوت دقات قلبي، وأنا خلاص في تربتي. أيوة في تربتي. عدى قد إيه؟ يمكن ساعة، يمكن 2، الله أعلم. وأنا حبيسة التابوت، حبيسة الضلمة، وبقرب من الموت لحظة بلحظة. مش هسيبها. وفي عز كل ده، وفي عز استعدادي خلاص للنهاية، سمعت صوت الباب بيتفتح ورجلين بتجري على السلم، وحد بينادي عليا باسمي. الحد ده كان أمي. أنا هنا يا ماما. أنا في التابوت. واتفتح التابوت وقمت قعدت وخدت نفسي. حضنتني أمي وانهارت، وفضلت أعيط وهي حضناني وبتطبطب عليا. هيموتوني، حطوني في التابوت يا ماما، حطوني في التابوت يا ماما.
مش كفاية كده يا أسماء يا بنتي؟ مش كفاية يا بنتي؟ كفاية يا ماما. أنا مش همشي يا أسماء، كفاية. سلمي سلمي سلمي. وتحول وش ماما لوش الجن. كنت بفقد الوعي وأنا عايزة أفقد الوعي. شفت ماما في رؤية ضبابية قاعدة جنب سريري. يا بنتي انت نمتي ايام كتير يا بنتي، هتفضلي على طول كده تصحي تاكلي وتكملي نوم؟ هو عدى قد ايه يا ماما؟ 9 ايام يا حبيبتي. خلصوا 9 ايام يا يونس، وجرينا عليه ورحنا له. بس اللي انا اكتشفته بعد كده ان اللي فتح باب جهنم ما بيقفلوش. 9 ايام جري وجري وراهم 9 ايام تانيين، وبدأت دايرة تجر دايرة، ودجال ورا دجال. وانا صرف لحد دلوقتي الاف الجنيهات على الصحراء والدجالين. واللي انا وصلت له انسانة مختلة مهتزة فقد الثقة في نفسها وفي كل حاجة. بشوف حاجات لوحدي، بكلم نفسي، بشوف الجن كل يوم. ماما بتقوليش غير اني اتجننت. ماما لسه بتروح لبركة عشان يعالجني من الجنان، ولسه بروح الكهف كل يوم وكل ليلة مرة واتنين وبقابله. اسمه عازر. عندي شك ان بركة اللي سلطه علي علشان يسحب مني فلوس وكون تحت رحمته. وعندي شك تاني ان بركة سلطه علي علشان بركة ده انسان قذر، لانه عمل اكتر من حاجة اثبتت لي ده. واللي اكد لي كمان ده ان عازر من ضمن المرات اللي قابلني فيها طلب مني اني اتجوز بركة. مش حسب. مش حسب. تسألني عن العرسان اللي انا عملت كل ده عشان يتقدمولي؟ ولا حد خبط باب بيتنا. اما امي عاوزانا اتجوز بركة. سميها جهل، سميها سيطرة عليها بشكل جهل برضو، سميها زي ما تسميها. انا حكيت لك مش عاوزك تحليلي المشكلة، لان انا اللي حطيت نفسي فيها. انا ضعت. انا حكيت لك عشان تحكي للناس، ولكل واحدة هتاخد بنتها وتروح لحد علشان يفك عنها المس والسحر وتتجوز. اتقي الله في بنتك، اتقي الله في بنتك، ان شاء الله عنها متجوزت. انا شفت اشكال عمري في حياتي ما شفتها، حتى لو هو كان بيصور لي ده بالكذب وبالتنويم المغناطيسي. انا مش متحملاه. انا دخلت مقابر، انا بصحى الاقي نفسي جوا تربه، وارجع انام الاقي نفسي على سريري. انا بصحى الاقي نفسي نايمه في الشوارع، وبعدها اصحى الاقي نفسي تاني على سريري. انا عايشه في دايره كبيره من الوهم ما بتخلصش. انا غلطانه. انا غلطانه، بس انا كنت رافضه. واذا كان الجواز رزق بنسعى له، لازم نقتنع ان الرزق ده من عند ربنا، مش من عند بركه وامثاله. ادعي لي يا يونس انت واللي بيسمعوك ان انا اموت. ايوه انا عايز اموت والله العظيم يا يونس. لو شفت كهف جهنم انت او حد من اللي بيسمعوك، ما هتفكر تخرج من باب بيتك. ما
محدش يقرا في الكتب، محدش يدور ورا السحر والدجل، محدش يحاول يدور ورا عازر. شايفاكوا وسمعاكوا وانتوا بتقولوا مش هتدعولي اموت، خلاص ما تدعوش، ادعوا لنفسكم ان انتوا ما تمشوش في سكه وطريق من طرق الظلام دي، ومحدش ياخدكم من ايديكم ويوديكم كهف جهنم.